السلام عليكم. لفت نظري اليوم وأنا طالع في الشارع اللي خلف هرمان على طول، إنه شارع مسمى باسم شارع المهدي. تمام، ما يعني ما في شيء مهم، ولكن لما مشيت شوية لفت نظري اسم ثاني والله، ألا وهو شارع كربلاء. يعني أنا ما أدري بصراحة، إحنا عارفين إنه كربلاء في العراق إحدى معابد الشيعة، ما أدري كيف الطريقة وكيف ومين اللي سمى هذه الأسماء عندنا هنا في الشرائع في مكة. فحاجة غريبة والله، كلها في نفس الشارع، يعني اسمين ملفتة للنظر.